امبارح تم تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، وده بالتزامن مع عيد الأم. الحقيقة إن قصص كفاحهم خلال السنين اللي فاتت بتستحق إن كل واحدة فيهم تتوج أو تتوج مشوارها ده بلقب الأم المثالية، وده مش جديد على الأم المصرية اللي دايما بتضرب أعظم الأمثلة في التضحية. ودلوقتي معانا الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية تيسير محمود، واللي استشهد ابنها أثناء أداء واجبه الوطني، وكانت رحلتها سلسلة من الصعوبات بعد مرض جوزها وتعبه، ويعني وتعبه الكبير كمان. خلونا نعرف قصتها دلوقتي، هي معانا عبر الهاتف. صباح الخير عليكي. صباح الخير. صباح الخير، يا أهلا وسهلا. اولا بنبارك، يعني الف مبروك، الف مبروك تتويجك بلقب الام المثاليه، وسيره طويله جدا من التضحيه والعمل والتربيه عشان تاخدي اللقب ده. وحابين نعرف كده ونعرف الساده المشاهدين تحديات الرحله بدات ازاي. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام والشعب المصري بخير وسلامه ان شاء الله. انا تيسير محمود تهيم، محافظة مرسى مطروح، أمينة المرأة حزب حماة الوطن. بدأت رحلة حياتي سنة 94 لما تنقلت من محافظة الدقهلية إلى محافظة مرسى مطروح. رب معايا ثلاث أولاد، ربنا أكرمني بثلاث أولاد، أحمد وطه وسعد. ما شاء الله. جوزي مرض، الله سبحانه وتعالى افتكره والحمد لله رب العالمين. ابتدت رحلة العطاء، علمت ولادي، أحمد بكالوريوس خدمة اجتماعية، طه بكالوريوس علوم عسكرية دفعة 100 حربية، سعد بكالوريوس هندسة جامعة القاهرة. ما شاء الله. الزوج رحلة المرض استمرت من 2000 ل 2020، توفى الله في 2020. أستاذة تيسير، يعني نعم، عارفه دايما لما بتيجي تتكلمي على الرحله كده بشكل عام بتبان يعني صعبه، ولكن صعوبتها ما بتبانش قوي غير لما تحكي لنا كده تفاصيل. احكي لنا عن تحديات لما زوج حضرتك مرض وتوفى، وانت عملت ايه ساعتها؟ كنت بتمري بايه كأم؟ اولا الام المصريه من اعظم سيدات العالم طبعا. حضرتك، انا زوجي لما مرض نزلت بيه هنا القاهره مستشفى التامين الصحي. في نفس التوقيت انا معلمه، كنت حاصل على معهد المعلمات 5 سنوات، ولما تزوجت ذاكرت وحصلت على بكالوريوس العلوم والتربيه سنه 2001. انا متزوجه من سنه 85. حصلت على بكالوريوس العلوم والتربيه اثناء مرض زوجي واثناء رحله العطاء علشان اقف بجوار ولادي في مراحل تعليمهم. كانت الرحله شقه وصعبه، ولكن الله سبحانه وتعالى كان هو السند. سهل. طب الزوج كان في القاهره، وكنت ما بين القاهره وما بين مرسى مطروح لاولادي وما بين شغلي، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى قدرت اجمع ما بينهم، والحمد لله رب العالمين. وكمان دورك كمان يعني كامراه عامله، يعني كمعلمه كمان الى جانب عملك، بتادي واجبك في البيت تجاه جوزك وتجاه اولادك. امبارح طبعا شفنا حفل التكريم الخاص اللي حضره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيده قرينته، وشفنا امبارح على الشاشه انه حصل حوار ما بينك وما بين السيد الرئيس يعني لفتره من الوقت. تكلمينا كده عن كواليس هذا الحوار، اتكلمتي قلتي ايه للسيد الرئيس؟ اولا تكريم الرئيس السيسي ليا كأم مثاليه ده شرف لمحافظه مرسى مطروح وشعور جميل لا يوصف. كنت في منتهى الفخر بتشريف محافظة مطروح ولحزب حماة وطن والأولادي، فكنت في سعادة لدرجة أن أنا ما قدرتش أمنع نفسي من البكاء. يعني أنا بقيت محرجة من نفسي وأنا مش قادر أسيطر على نفسي من كتر سعادتي بلقاء السيد الرئيس، وإن الله سبحانه وتعالى رضاني الحمد لله والشكر لله. أنا يعني مرحلة العطاء بتاعتي كانت طويلة جدا جدا، والحمد لله ربنا اكرمني بلقاء السيد الرئيس وبالتكريم، الحمد لله رب العالمين. استاذه تيسير، عايزين نتكلم معاكي عن يعني محطه تانية في حياتك، وهي استشهاد ابنك اللي كان من اصعب اللحظات اكيد اللي مرت طبعًا عليكي. طبعا كلمينا عن قصته وايه اللي حصل. ابني كان عندي في اجازه، سافر يوم الاثنين
يوم الخميس 8/7/12 سنه 17 تلقيت وفاه وتلقيت خبر استشهاده في شمال سيناء في العريش في عمليات عسكريه. وكان طبعا مش عايز اقول لحضرتك يعني صدمه عمري طبعا، لان طه كان ليا السند في رحله العناء اللي انا عشتها، كان هو السند وكان ابني وكان اخويا وكان صديقه وكان صاحبه وكان مهون عليا الرحله. ابتدت الرحله تبقى ثقيله عليا جدا جدا بعد وداع طه، ولكن ده قضاء الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين على كل شيء. جميل. طب احنا شايفينك على الشاشه دلوقتي مع السيد الرئيس على المسرح ولحظه التكريم، وهي يعني من اللحظات اللي انت بتقولي يعني كان نفسك تقابلي السيد الرئيس، وشايفين حوار حاصل بينك وبين السيد الرئيس على المسرح. ايوه. قلت له ايه؟ هو شافني ببكي انا وانا طالع على المسرح، رهبه واحترام للسيد الرئيس، انا ما قدرتش امسك نفسي من البكاء، فبيقول لي ما تبكيش احنا كلنا اولادك. قال لي احنا اولادك وابنك راح فضى مصر ومن اجل الامن والامان واحنا كلنا اولادك فما تبكيش. فكانت لحظه جبر خاطر من سياده الرئيس ليا، يعني اقول لحضرتك رئيس رئيس جمهوريه بدرجه انسان قمه الحنيه. ربنا يحميه ويحفظه ويعينه على المسؤوليه يا رب. طيب الردود الفعل بقى من قرايب حضرتك واهالي مرسى مطروح كانت عامله ازاي؟ منتهى الفخر زي ما قلت لحضرتك لمحافظه مطروح والحزب حماه الوطن والابنائي. يعني القرايب كلموكي باركولك؟ طبعا طبعا كلهم كلموني طبعا وفرحانين جدا جدا وسعداء يعني، وده كان طبعا احساس مختلف وسعدت للغايه بتشجيع سيادته ليا لمواصله مسيره العطاء. جميل. طيب. لان انا طلعت معاش من سنتين وانا يعني شغاله عمل خدم تطوعي من اجل خدمه المجتمع، ودي الام المصريه ودي الست المصريه. صحيح. اللي بتقدمه من عطاء مش بس لاسرتها لكن كمان للاسره او الدوله المصريه بشكل عام. نشكرك الام المثاليه الثالثه على مستوى الجمهوريه الاستاذه تيسير محمود.